نعم، هذا ما نشرته القوات المسلحة. أستاذ حسن، حماتي تحدث وأنت ذكرت أنه لا توجد دلائل، لكن هنا القوات المسلحة تستعرض أسلحة، ذخائر، عربات، وثائق، أدوية. هل تدخل مرحلة الاحتجاج السوداني على الدورة الإماراتي منطقة أو مكان موقعا جديدا بعد ما نشرته القوات المسلحة في من جمهورية؟ ناحيتين، من ناحيتين، من الناحية الرسمية ومن الناحية العامة. يعني هذه فضائح لهذه الدولة ولهذه الحكومة، يعني هذه فضيحة كبيرة جدا أن حكومة تتورط إلى هذا المستوى. يعني في الفضاء العام، الفضاء العام اللي بيقوم على قياسات الأخلاق وأعراف التعايش وأعراف يعني وحدة الدين ووحدة العروبة وكذا وكذا وكذا، ويكون عندك هذا الدور الضخم جدا. صحيح الآن حميتي وقواته، وربما يكون هذا سبب العويل وسبب الصراخ بتاع حميتي في الخطاب بتاعه، انه الجيش، انه حميتي قواته هربت من جبل مويه، ملكت الجيش السوداني حبلا تلفه قانونيا بموجب منطوق القانون الدولي حول عنق حكومة أبو ظبي. هذه أدلة ثابتة. عندما يطالبك المجتمع الدولي وتطالبك مؤسسات الأمم المتحدة بأنك تسند أقاويلك وشكواك ضد أبو ظبي بأسانيد مادية وحيثيات مادية، ما من يعني لا يمكن أن يكون هنالك أقوى من هذه الحيثيات وأقوى من هذه الشواهد. فواضح أنه على مستوى الدستور الدولي حميتي أسلم عنق أبو ظبي إلى المقصرة بتاعت المجتمع الدولي. مهما سعت لندن والحكومة البريطانية في أنها توقف هذه الشكوى، ولكن هذه الآن يعني هذه فضيحة دولية. يعني لا تستطيع الحكومة أبو ظبي أن تخفي وجهها خلف الدفوعات الهشة. وربما يكون هذا هو سبب بكائية، يعني كنت بتكلم عن خسائر حميتي الشخصية، لكن واضح أنه حميتي بعد هذا حيخسر حتى ثقة الذين أوكلوه لهذه المؤامرة، باعتبار أنه يقودهم من حرج إلى حرج، ويسلم عنقهم إلى ووجههم إلى هذه الفضيحة الداوية، الفضيحة الدولية. وفي نفس الوقت تضع حميتي أمام، هل تستطيع أن تقدم دلائل وحيثيات ضد الحكومة المصرية؟ بالطبع لا يستطيع، لأنه أصلا ما في دور مصري عسكري يستطيع أن يتحدث عنه في موضوع الطيران المصري.